ورجعنا من الفاصل وزي ما انتم شايفين كده بنكمل مع بعض. البليله اهي بدات ترقد خلاص العشوره بتاعتنا الحلوه. طيب تعالوا بقى نجهز كده الكاسات او الاطباق او ايا كان. طب احنا لو في مصيف، لو احنا في مكان بره، نقدر نجيب الكبات دي، في احجام منها كبيره وصغيره. بس ام عمر النهارده خدمتني وجابت لي اكبر حجم، عارفين حجم عائلي، اقضيكي طول اليوم على البحر مفيش مشكله. طيب معانا مين على التليفون؟ معانا مين على التليفون؟ ام عمرو من اسيوط، اهلا وسهلا. الو. اهلا وسهلا. ازيك يا شيف؟ ازيك يا قلبي؟ كل سنه وانت طيبه وبخير يا رب. ربنا يديك الصحه ويديكي يا قلبي. تسلمي لي يا حبيبتي، ما تحرمش من سؤالكم. قولي لي يا قلبي، ليكي اي طلبات؟ ايوه، هو طريقه اللي حضرتك عاملاها دلوقتي، طريقه العشوره. العشوره حالا دلوقتي، هتبقى الميكروفون معانا على الشاشه واقول لك حالا دلوقتي تاني. ينفع تكون رز بلبن عادي؟ نحط رز؟ يتحط رز بلبن بدل يعني نشيل القمح ونحط رز؟ ايوه يبقى حلو برده، هتبقى طعمها حلو قوي. برافو عليكي، بتفكري حلو. برافو عليكي، وتحطي لها بقى كل الحاجات اللي انت هتشوفينها نحطها على الوش دي، هتبقى طعمها تحفه. كل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب. برافو عليكي، دماغك شغاله وبتطلعي افكار. اكيد ولادها ما بيحبوش القمح ده، فهي حابه تعمل حاجه بطريقه مختلفه. بصوا بقى، هنسيبها بس دقيقه لان طول ما انت بتقلبي فيها مش هتربط، دي معلومه برده لازم نعرفها. نسيب النشا كده يلم ويربط مع بعضه. المكرات معانا على الشاشه، حطينا القمح، حطينا عليها لتر من اللبن، وبعدين حطينا عليها الكريم كراميل والسكر، وضفنا معلقتين من النشا على نص كوبايه من اللبن، دوبناهم مع بعض حطيناهم عشان تربط مع بعضيها، وحطينا معلقه من الفانيليا. تاكلي احلى عشوره في الدنيا. كل سنه وانتم طيبين، بالف هنا وشفا عليكم. طيب قبل ما نحط في الكاسات، عايزين معانا البليله بقى، الناس اللي بيحبوا البليله. انا نقعه وطبعا وغسلاها ومصفياها وبعد كده مديها غلوتين. تعالوا نضيف اللبن عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو دي وصفه ثانيه عشان ما تتلخبطوش. حلو الكلام. انا هعمل كل الكميه عشان الناس كلها ايه تاكل وتتبسط، والنهارده موسم، كل سنه وانتم طيبين، فكله يبقى مبسوط كده وبياكل ومبسوط. طيب تعالوا بقى نجيب كده ايه كبشه نقلب. لازم الكلام ده كله ياخد غلوه كده، وبعدين واحنا بنقلب هنعمل ايه؟ هنضيف السكر. دي البليله يا جماعه، ننزل المكونات اهو. في حاجه حلوه ممكن نعملها النهارده، تعمليها رحمه، تعمليها صدقه، تعمليها لليوم الحلو بتاعنا ده. في ناس كتير بتبقى صايمه، يعني كل المصريين تقريبا بيبقوا صايمين في اليوم ده، فيبقى ثواب حلو قوي لو انت فطرتي على الثواب ده. تعملي حله زي اللي انا عاملاها من العشوره دي، وتحطيها في الكوبايات او في الكبات اللي احنا جايبينها دي، بس طبعا نقنن منها شويه، نصغرها ونفرقها على الناس الغلابه في الشارع. وكل سنه وانتم طيبين، تبقى حلوه جدا وفكره حلوه وسريعه ومش مكلفه قوي. والناس اللي عايزه تضاعف الكميه، يا سلام، تبقى ثوابك عند ربنا كبير قوي. طيب احنا هنسيب دي تجلي، حطينا السكر. طيب قبل ما تجلي نعمل ايه تاني؟ نحط باكت من الكريم شانتيه على البليله. خدي مني وما تراجعيش ورايا، هتاخدي احلى حاجه ممكن تتخيليها في الدنيا. حطينا هنا الكريم كراميل، وهنحط هنا الكريم شانتيه على البليله. حطينا على العشوره الكريم كراميل، وهنحط على البليله الكريم شانتيه. تعالوا بقى نحط كده ونقلب. انا عايزه ومعانا استاذ حسين، ونقول الو. الو، يا مساء الفل يا تفعل. يا مساء الهنا والسعاده على قلبك. ازي حضرتك؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب وبخير يا رب. كل سنه حضرتك طيبه، وكل سنه حضرتك منورانا. تسلم. ونشكر حضرتك على الفكره الحلوه اللي احنا يعني بنهدي بيها يعني الناس اللي محتاجين ان احنا نساعدهم. واحنا بنهدي الحلقه دي لحضرتك والقناه هي ومجلس الاداره، ان احنا يعني عرفنا بشخصيه جميله وشخصيه يعني محبوبه زي حضرتك كده، ربنا يعني يخليك. كل الناس يعني تسلم، ده من ذوقك. حابب فيك خلق والله كمان وكمان يا جماعه. ربنا يخليك يعني. ربنا يخليك والله، كلك ذوق يا استاذ حسين. انتوا الناس الحلوه اللي انا طالعه بيها، ربنا يكرمكم يا رب. الله يخليك. تسلم، كل سنه وحضرتك طيب وبخير يا رب. شكرا. مع الف سلامه. جرب بقى البليله النهارده معانا يا استاذ حسين، والعشوره ان شاء الله. شكرا ليك. طيب تعالوا بقى نرجع نبص على العشوره اهي. بصوا بقى القوام، بصوا بدأ يلف معايا ازاي. لو نيجي هنا بقى جوه الحله، تقل واداني قوام كريمي حلو قوي. هو ده انا هشيلها بقى من على النار في الوقت ده. طب ليه يا شيف؟ عشان هي عبال ما تبرد ما تبقاش مكتله كده وطعمها تحسها انها تقيله بالزياده. لا، احنا كده هنبقى واكلينها كريمي، اهم حاجه تبقى كريمي. تمام. معانا مين على التليفون؟ يا يوسف. ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا يا استاذ يوسف، صباح الهنا والسعاده. اهلا وسهلا، صباح الفل، اتفضل. كل سنه وحضرتك طيب.
وحضرتك طيبة يا شيف. ربنا يخليك، تسلم، أمورنا. معلش ابني كان عايز يسألك على عجينة البيتزا بس. من عيني، حاضر، دوني. اسمه ايه؟ مهند. اهلا يا مهند. الله، مهند ده انت جاي لنا من تركيا يا مهند. اهلا بيكي، اتفضل يا حبيبي. ازيك، عامل ايه؟ الو، ازيك يا مهند، عامل ايه؟ كويس. كل سنه وانت طيب. انت طيب. قول لي يا قلبي عايز تسال على ايه وانا امرني كده بس. انا عجينه البيتزا. حاضر، هعمل لك البيتزا بكل. عايزها ميني بيتزا ولا نعملها بيتزا كبيره كده حلوه؟ اللي انت تقوله انا هعمله. ماشي يا مهند، هعملها لك بكل طرقها، بكل اشكالها، اللي انت عايزه. شكرا ليك يا مهند. ام عمرو من اسيوط، نقول الو. 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 اهلا وسهلا. أنا وزيك. صباح الهنا والسعادة على قلبك، أهلا بيكي. كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة وبخير يا قلبي، أهلا وسهلا. أنا متابعاك من زمان، بحبك أوي والله. يا حبيبة قلبي وأنا بحبكوا في الله، ربنا يكرمكوا يا رب ويخليكوا. والنبي وحياة أغلى حاجة عندك، تكلمي بعد الهوا. طب من عيوني، حاضر، سيبي رقمك بس يا ريت ترجعوا للكنترول. معلش بس عشان عايزة أقول حاجة. ارجعوا للكنترول وسيبوا رقمكم، لأن أنتوا ما بترجعوش للكنترول، ما بتسيبيش رقمكم، فأنا مش بعرف أتواصل معاكم. شكرا ليك يا قلبي، احنا مستنيين اكتبي رقمك يا قلبي. شكرا ليك. بصوا بقى القوام كريمي ازاي، وانا بصب الحاجة بعرف هي هتبقى معايا ايه. انا عايزة بس اشيل البليلة بتاعتي من على النار عشان ممكن تفور وبوظ للدنيا. معانا مين على التليفون؟ ام محمد من اسماعيلية، ونقول الو. الو. اهل السمك والكرم كله، واهل المانجا كمان. واهل المانجا، انا جايه خلاص، ده الموسم اهو على الابواب. والله انا ليكي يا شيف عز، عامله ايه؟ منوره الدنيا والله. ده بنورك يا قلبي، تسلمين. انا بشوف حضرتك من زمان بجد بجد، يعني رائعه والله. تسلمين يا حبيبتي. ومنظمه كده، والمطبخ مرتب كده وجميل والله. ربنا يخليكي، ده عينيكي اللي حلوه. وانت طيبه، وكل اللي طيبة مع حضرتك يا رب يكونوا بصحه وراحه بال وسعاده. وبصي شوقتينا للحاجات الحلوه دي. بصي بقى نعمل كل حاجه بالترند المظبوط. لا نجيب الوصفات بطريقه والله مختلفه. حبيبتي توتا عامله ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. كانت معايا امبارح منوراني هنا والله. وحشاني توتا. انا كان نفسي اكلمها برضو يا حبيبه قلبي، اكنك كلمتيها وسلامك وصل يا قلبي. سلمي لي عليها كتير، ربنا يحرسها. بصي حضرتك، انا احنا بقى عايزين حضرتك تعملي لنا كنافه بالمانجا. العين دي قبل العين دي. تسلمي يا حبيبتي، وشكرا على ذوقك. يا حبيبه قلبي وانت طيبه، حبايب قلبي ما تحرمش منكم ابدا. تسلمي لي يا قلبي. بصوا احنا حطينا ولسه في كتير، يعني احنا ايه معانا الكتير الكتير. طيب هعمل ايه اهو؟ هنزوق مع بعض، هنجرنش مع بعض، عشان الوقت لو ما كفاش يبقى احنا عملنا في الفاصل. اكمل بقى ايه القبات دي اللي ان شاء الله ان شاء الله اخدها لاهل الخير كده وانا ماشيه، عشان افرقها على الناس في الشارع وابقى اخدت الثواب اليوم الحلو ده. تمام. معايا هنا جلاش متحمر، تعالوا بحمره في الفرن، حمره على البوتاجاز بحبه سمنه، بكسره او بقطعه او بسيبه احمره الاول بعدين اكسره، زي ما انت عايزه، السهل بالنسبه لك اعمليه. هنحط حبه كده على جنب، طبعا هو المفروض ان الكلام ده يبرد شويه، تمام؟ بس احنا عشان يعني مستعجلين بقى هنعمل كده. انا هحط من كل حاجه، نعمل كده طبعا في الفصل، هنظبط دنيتنا وهنشيل الحاجات اللي بتقع مننا والكلام ده كله. عايزه اقول لكم الطعم ده مع اي حاجه هتحطيها على الوش هيبقى تحفه. هناخد اوريو متكسر، تقدري تجيبيه من عند الحلواني كده جاهز، هيبقى حلو قوي. انا مش حابه اضيع شكل العشوره بتاعتي فبحط من الجنب. حطيه او حطي زي ما انت عايزه بالطريقه اللي تعجبك. مين معانا على التليفون؟ يا ساره، اهل الشرقيه على راسنا، اتفضلي. جميل، عامله ايه؟ ازيك يا قلبي، ايه الاخبار؟ كله زي الفل. اموريني يا قلبي، اموريني. لا انا بسلم عليك والله حبيبه قلبي، ما بين ايديكي وانت تسلم. جميله والله، ربنا يخليكي يا قلبي، انتوا الاحسن والافضل. تسلمي لي يا قلبي. امبارح مش عرفت اتواصل معاكي، كان في ضغط الفنايات يا حبيبتي. معلش احنا اسفين، بنتاسف لك. معلش، اموريني يا قلبي، قولي لي ليكي اي سؤال، ليكي حاجه عايزه تعمليها. تسلمي يا قلبي، شكرا لاتصالك، ما تحرمش من سؤالكم ابدا. شكرا ليكي يا قلبي. بصوا بقى انا عملت كده، تمام. اخر حاجه ممكن اعملها قبل ما اصب البليله واطلع فاصل، هعمل حاجه بسيطه جدا. ام محمد، الو يا ام محمد. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. معاكي يا قلبي. الحمد لله كله زي الفل، انت عامله ايه؟
الحمد لله كويسه، منوره الدنيا كلها. تسلمي لي يا قلبي، ده نوركم، ربنا يخليكي يا رب ما تحرمش من سؤالكم. منوره الدنيا كلها حبيبتي، وبحبك قوي والله، وكل يوم بتفرج على حضرتك والله. يا روحي تسلمي يا رب، حبيبه قلبي منوراني في كل حته، تسلمي يا رب كلك ذوق. اموريني يا قلبي، ليكي اي سؤال؟ لا والله حاسه ان بطمن عليكي بس وبسلم عليكي يا قلبي، منوره الدنيا كلها يا قلبي، ما تحرمش منك، تسلمي لي يا رب. شكرا لاتصالك، وكل سنه وحضرتك طيبه وبخير يا رب. بصوا بقى، شايفين الحاجات الحلوه اللي انا بحطها دي؟ من عند اي عطار، من عند اي حد بتاع استلزامات حاجات حلوه، هتجيبوا منها الكلام الحلو ده وتزينوا بيه احلى حاجه، هتلاقوا اولادكم كل الطبق ده مفيد وصحي، واولادنا كلهم بيرفضوا الاكلات دي، فهتلاقي نفسك بتفيدي اولادك بحاجات بسيطه قوي ممكن تضيفيها في الوصفه بتاعتك اهو. تمام كده؟ طبعا انا هخرج الفاصل اظبط الكلام ده كله، حاجات خطيره، وزي ما قلت لكم بحط في الجنب عشان انا عايزه ابين شكل العاشوره، عايزه ابين شغل اللي انا عاملاه. انتوا في البيت لو هتحطوا على الوش كله زي ما احنا عاملين في النسخ كده، اعملي اللي انت عايزاه زي ما انت عايزه. هحط بس كبين كده اهو عشان برضو تشوفوا الفكره اللي انتوا هتطلعوا بيها للناس الحلوه اللي هتاخد منكم الثواب، اللي انتوا هتاخدوا منهم ثواب اهو. وهنغرف البليله بتاعتنا وهنطلع فاصل اهو. بصوا ما تزودوش بقى، يعني ايه تقدروا لو انتوا اهو اهو، يعني عشان لسه طبعا في تزيين على الوش، فانتوا ما تملوش الحاجه على وش على اخرها خالص، ما يبقاش على الوش قوي اهو. بصوا طيب، تعالوا نسيب دي بقى، انا هكملها في الفاصل اهو. الحته خطيره اصلا، الريحه طالعه عليا كده حلوه جدا. يا رب يحسن ما بين ايديكم دايما وتعملوا احلى حاجه في الدنيا. تعالوا بقى ناخد الكبات الشبات بتاعتنا ونحط ايه البليله. تعالوا بقى، لا ان شاء الله مش هيتكسروا. المخرج بتاعنا بيقول لي هي الشبات دي مش هتتكسر؟ لا مش هتتكسر. هقول لكم ليه مش هتتكسر، لان انا سبت البليله بتاعتي تهدى شويه، مش تبرد، لازم تهدى شويه. تمام، تعالوا نقول احنا حطينا في البليله ايه واحنا بنصبها. بصوا جميله وكريمي وحلوه وزي الفل، هو ده المطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، نمسك كده الشوب بتاعنا، ولو في اي بهدله بقى في الفصل هنظبط كل ده، يعني ايه سامحوني، يعني كلنا في البيت بنعمل كده اهو. حطي بقى كميه البليله اللي انت عايزاها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، الكريم شانتيه بيضيف لها طعم خطير، الفانيليا بتضيف ريحه حلوه قوي للبليله، وكمان اللبن مفيد والقمح بتاعها مفيد جدا، يعني الفوائد بتاعت القمح ما تتعدش، يعني ما شاء الله فيها فوائد كتيره قوي. يلا واحنا بنصب كده، عشان مخرجنا ايه قال لنا كفايه كده عليكم، الحمد لله الشوب ما اتكسرش وطلعتي شاطره وبتعرفي تعملي كل حاجه. هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع، اكون ظبطت الدنيا ونرجع من الفاصل نكمل حلقتنا.